نعم، بديت منزل كامل هكا ولا والله بديت اي بديت في منزل كامل، لعبت عميل، في الليكول. لعبت يكول عميل في اي، الليكول، مش بعد اظنك في مخك ما كنتش تعمل تيست، انت مغروم من نصلك ولا جيت بالصدفه ولا كيفاش؟ لا لا كنت مغروم برشا، كنت حتى قبل ما قبل الليكول ما لواني صغير، ما الحقيقه ما كنتش ما عندي صفا، وصلت نسمع باك في القرايه، ما كنتش مغروم برشا بالقرايه اكثر من الكوره، في الكوره اللي معناتها مركز عليها برشا تحسني من الصوره، فهمت؟ والحقيقه بابا ما عادت لها بيا برشا واني صغير، ما سايبنيش، انت عندي بابا وعمي وقفوا معايا على الاخر، حبوا يوصلوني فهمت. معناتها باش نوصل نكور، الحمد لله. ماك تعرف زاد باش توصل تكور، معناتها توصل تلعب في جامعه كبيره ولا تلعب في نيفو باي، لازمك تتعب، لازمك تتعب خويا من الصغر. معناتها الحقيقه اني وقتها كنت في منزل كامل، عملت عامين من بعد، فما مقبل فما كليكيب روجينال يجوا يتفرجوا ياخذوا من منزل كامل، بني حسان جمال مكنين، فهمت؟ يبداو تابعين ولاية مستير، يهزوك اللي يبداو تابعين ولاية مستير. وقت عملنا ستاج في تونس، فهمت؟ نتفكر فما برشا جوريت معايا وقتها من الاسبيرونس ومن ليتوال، ومعروفين عندك كيما نقول نحن الوصل وبن عمر ترابلسي، فما عليا، فما من الاسبيرونس ياسين الخنيسي، فما وقت ايهاب المباركي وقت مازال في بنزرت، فما في سامي الحدادي، فهمت؟ من بعد ما نكذبش عليك، من بعد خويا وقت اللي من الاول كي مشيت نلعب في منزل كامل كنت اتاكون، راه ما كنتش ديفندر أبون. هجم، والله كنت نلعب في منزل كامل، كنت نلعب ديمي دروا، أي فهمت؟ كنت قصير الحقيقه، ما كنتش شكل طويل بالعافية. جباريت، والله انا احكي لك من بعد كيف صار الفاست طول بتاعي. من بعد وقت في كي مشيت للكيب هذيك خد الكروجينات، صارت جاوني وقتها فما مستير وفما ليتوال وفما الافريقي وقتها في تونس، فهمت؟ بعد خويا ما نكذبش عليك وقتها ما تعرف نسكن في منزل كامل باش تخمم حتى باش تمشي لتونس وانت صغير بعيده، ما خممتش فيها جمله، واني من صغري من الاخر ما نكذبش عليك نحب ليتوال، معناتها فهمت؟ اما كي شفت النيفو نتاع ليتوال ونتاع الاسبيرونس والافريقي واحد، حكيت بيني وبين روحي معناتها حتى مع بابا، قلت له خليني نبدا مع مستير قبل الخير، فهمت؟ بعد هو كبش لي الحقيقه، هما حبوا علي جماعه ليتوال، مشيت من الاول عام كامل نصور كي كدي نحكي عام هذا كامل في بغطاس، عام كامل نترينو برا، فهمت؟ معاه ما كدي لعبش هذا فتره، لا لا مشيت صغير، يعني وصلت وقتها بريسك بديت نلعب في ليتوال مينيم بي، قعدت نسمى راه في البريود بتاعي في ليتوال والسينيور، مع تعديت بكل، مع تعديت مينيم كادي جونيور سبور كل لعبتهم، فهمت؟ فهمتك. اي وجينيراسيون بتاعنا 92 تصورك سامع بها، معناتها حصلنا معناتها وقتها نحن مستمع كل مستمع بها. نحكي لك انا فاز ما تعرفهاش انت في بالك، انا كنت ربيت وشديت لكم ماتش اسيستون في سوسه مع ستاد، انا بعث لك تصويره لا تشوفها. انت اسبوع وقتها، اسبوع عملت اسبوع اسبوع مع بتاعك ستار انت تلعب في اللاكس وقتها. فلاكس ما اوكي، انا هكمل لك عاد وقت مشيت لك خلينا نقول لك شكون فيها ليكيب، فاهمي قاسم ونفكر هيثم دوله شهاب لعبت وشهاب في اللاكس. فاهمي اي صحيح، فاهمي وقت طلعوه معانا، فهمت؟ واني وقت ما نكذبش عليك وقت حكى معايا وقت قيس الزواغي، وفما شو اسمه سي لطفي الحسومي زاد، وقت قالوا لي راهو كان تحب تطلع للسينيور اطلع ما تزربش، وقت عملت بريسك عملت عامين وقت عامين جينيور، فما عام الاولاني وقت مع سي محمد المكشر، وبعد رانا انا قيس الزواغي، فهمت؟ العام الثاني، وبعد طلعت سبور مع سي لطفي الحسومي، عملت عام، والعام هذاك وقت فما اونترونير سي مندر الكبير اللي يعني فينا وقت، فهمت؟ بريسك طلعنا فرد وقت راه واني، وبوغتاس ممكن تلعب لعب قبل ما بيناتناش برشا وقت، وصدام وقت صدام بن عزيز وبن امبارح عمر معايا ابو غطاس قد 2010 طلع هو. صحيح، تاني طلعت قبله مش قبله، طلعت معاه فرد عام هذاك، ماني وقت اللي ترينا برك ما لعبتش معاهم جمله، فهمت؟ خاطر فما وقتها فهمتك. فما ايه الفيل، فما شو اسمه فما ديفونسير وقتها جابته، جبناه وقتها جابته لتوان، من كان يلعب ايكيب ناسيونال في السنغال، لعب في نيوكاسل وقتها، ما عادش لعب ضدنا في الكوب دافريك 2004، السنغال باي نسيته، نسيت اسمه سنغالي في السنغال، اللاكس حسيلو اكسيال باي فلاكس، وقت نسيته جاي ما عملت لعبش عام ماتش. كنت مع محمد الكبير، تبارك الله معناتها باكسيال غول وقته، فما سيف غزال، فما وقت شمس الدين ضوادي، معناتها معبي البلاصه هذيك، فهمت؟ فهمتك. ماهي سهله باش تلعب، وانت كانوا شكون اللي قاعدين طلعك تاني يا برك، منظر كبير؟
طلعني يا اخته طلعني سيموندر. موسي موندر كان معنا ديريكتور وقتها، كان ديريكتور سبورتيف كل عام. لامين دياتا، لامين دياتا قالك في الكومنتات. لامين دياتا صحيح، لامين دياتا فهمت هكا. وخويا بعد وقت شكون الحقيقه اول واحد لعبني؟ دينيس، دينيس لافان في الاكس وقت طلعت تاني في الاكس. وشكون مع وقت سي قيس الزواري؟ سي قيس كان شددني سبور فهمت. وقتها تبارك الله كان فكرش فخر الدين بن يوسف، كان وقت عام سيزون مزيانه برشا مع سفيرس. لعبنا وقت بريسك اول ماتش ما لعبتوش وقت ضد سفيرس، اما كي شديت مع لافانيو وليت نلعب تيتولير، نلعب طريير جوش. بريسك لعبت جي 10 ولا 12 ماتش لعبت طريير جوش، قعدت بنلعب بين طريير جوش وطريير دروا، ما لعبت حتى ماتش في الاكس. وانت تلعب ساك كريسال ولا كيف؟ تلعب ساك كريسال ولا ميتا؟ نكور ايه نكور بشكل اليسار نلعب. ما تلعبت والله، عديت ماتشات باين وقت الكاف صحيح ما ترشحناش فيها وقتها، ما معناتها ما عملت ماتشات باين وقتها معنا، معنا ملعب مالي ومعنا سان جورج ومعنا صفاقس. ما خفتش تطلع سينيور في بوست كيما هكاك؟ صعيب عليك معناها على جوش، ما عمرك ما لعبتها قبل ولا؟ اسمعني خويا، احنا تعرف انت الانترونير راه خاصة معناتها اللي يجيك من برا خويا، كان تجي باش يلعبك باش تقول له ما نلعبش فهمت. والكرة راه تحب ولا تكره ما فيهاش صغير، يعني بالنسبة لي يعني ما نمنش راه يقول لك عمره 18 ولا 19 ولا 20 عام مازال صغير فهمت. طلع في جماعة كبيرة وتحب توصل، لازمك خويا تنحي الخوف، خاطر شنو هي من الاول باش تجيك الواقع نتاع الجمهور، ممكن نتاع شويه بريسيون، ممكن خاطر تلعب راه مش كيما سبور كيما السينيور. اما بالوقت معناته تبدا جروب باي، يعني الحقيقه وقت لعبوا معايا في الوقت طلعت كلعب، طلعت مع جوريت تسميها معناتها عندهم اكسبيريونس كبيره فهمت. خلطت على حق الناموشي، على الفالحي، على سيف غزال، بلبولي، عاد الشادلي سانتوس ديكيب هذيك صحيح، معناتها هذوك الكل ترينيت معاهم فهمت، مع جوريت كبار ما ينحيوا لك خاصة انك اللي لعبوا البر. يعني وقت الحقيقة الماتش هذاك اول ماتش لعبته ضد بجاية، وقت عملت فيه جبت بونت وقت مركب العيد وقت الحقيقة ما حبيتش نلعب راهو. جا حكاية معايا الناموشي قال لي رد بالك، قال لي نحا هذه راهو ما تلعبش وتمشي تحكي مع الترنيه تقول له لا، وخاطر انت اصلك اكستيال طالب رياض روا وتخاف. قال لي يلعب خويا قد ما تختار، مش تلعب 60 70 دقيقة، اعطي قد ما تعطي خويا واخرج على روحك من بعد نورمال. الحمد لله وقت الماتش هذاك عملت ماتش باهي، عملت جبت تعادلنا 2-2 لعبوا تحت 75 دقيقة. أول ماتش ومستانس أكسيال مانيش أريا، خاطر ماك تعرف الأريا راه مش كيما أكسيال. صحيح. فيزيك صعيب. هكا وأنت حمدي حتى في العالم المورفولوجي نتاعك ما فماش أريا جروا في المورفولوجي نتاعك. والله فما عليه ما فماش، كان فما شو اسمه الأريير جوش نتاع تشيلسي طويل ألونسو هذاك تبارك الله عليه. ألونسو صحيح صحيح. بل كان ايفانوفيتش طويل فهمت، فما ميني بتاع اما ايفانوفيتش ما هوش اوفنسيف كيف كنت يا ديفنسيف اكثر، فما ميني هذاك نتاع باريس سان جيرمان اقول صحيح هذاك طويل وباهي فهمت. انا الحقيقه ما نكذبش عليك راه معناتها في اللاكس كنت حتى مشيت وقتي كيم ناسيونال مع دي سبور من الاول، زاد حتى كي مشيت وقتي كيم ناسيونال مع لي كان وقتها كنت عند ترينيت عند رجولي مير وقتها هزينا كوب، لعبت 5 ماتشات مع سيف غزال وقتها في اللاكس ما قبلنا حتى بونت. الكوب وقتها لمركه فيه بغداد ربحنا 1-0. تفكر اللي لحمت فيها هذيك صحيح، وقت البدو يلعب رياض روا ولعب تاني سيف غزال وقتها في اللاكس فهمت. وانت شكون بدلك فوزي؟ هذاك المعلم هذاك تصور ديسيزيون تاع حياتك هذاك اخويا، انا من الاول خفت ما نكذبش عليك. هذاك اخويا انا اسمعني ما ترانيت الحقيقه، كل واحد خذيت منه فايده مع سي موندر الحقيقه دوم ما طلعنا ما ينصح فينا ديما الصغار شنو لازم تعملوا كيش ترانيو وشنو لازم معناتها هيك فهمت، معناتها يوريك معناتها اللي انت لازمك تطلع سينيور تطمح معناتها لازمك بوقت اللي تجيك فرصتك كيفاش فهمت. دينيس لافاني الحقيقه حل الباب نتاع السينيور معناتها وراني خويا كيما نقولوا الكوره شنيه معناتها فهمت. رجولي مير الحقيقه ما نعرفش نحكي عليه معناتها انترنير كبير برشا تسمى من احسن نوتر مير معناتها نصور كيف سيتوا معناتها في الشعمل اللي طوال ولا ليكيب ناسيونال فهمت. تعلمت منه برشا كوره، مش نقولوا مير تعلمت منه كاكسيال معناتها ما لعبش عنده الحقيقه رياض دروا بعد سي فوز وقتها كان تفكرش خذيت حمر يعني وقتها صارت المشكله نتاع صفاقس اي معناتها فهمت اي صارت المشكله هذيك
وقت سي فوزي وقت دوم زيرك خذا اول ماتش وقت العامله ضد فما وقت الافريقي يوم اربع ماتشات فما الان تعقب ترى ماتشات اول ماتش وقت كونتر الصفاقس ولا كونتر الافريقي ناقصين سبعه ملاعبيه صحيح اي الريزلتات وقت ربحنا الافريقي وتعدينا مع الصفاقس الصفاقس نحكي له العام قبله العام قبله هز الشامبيونات وقت عنده كيب باي وقت فيها الفرجاني والروج مونسر صحيح فيها جوارات باين فهمت من بعد ما نكذبش عليك وقت جا حكايه معايا تبجعت قال لي راه اسمعني لاكسيار راك باش تنساه لعبت معاه ماتش برك ارتحت الاربع ماتشات هذوك مشينا نلعبوا ضد الاهلي وين الحقيقة كنت نلعب في اللاكس كانت عندي هي صنعه مش خايبه معناتها كونفيونس كيما ترى مرياح معناتها شد كوره نشد كوره ونحب نفنتي ساعات في اللاكس ونحب ندريب فهمت هكا بتاع كونفيونس نلعبوا ضد الاهلي والله نتفكرها كيف طوى مرتين يطلع لي عليني وقت بالفجعه وقتها عملنا سر سر مع الاهلي هو عملها قبل ما خاتم طرابلسي زاد اي وقتها بعتيه لي كاو غزل لي قال لي راه اسمعني قال لي راه لاكسيال معيني انت قال لي كان تاخذ طلع في اللاكس تركب لي السكر قال لي انسى اخوي قال لي كان تحب اخوي تعمل مستقبل واحد تكور في محمد رسول الله تلعب ريال درو من الاول الحقيقه جاتني بيزار قال لي راه اسمعني اريال زاد راه باش تلعب اريال قال لي معناتها مش اريال كيما نتفرج عليك معناتها تقعد لي معناتها تلعب حتى للسونتر وترجع قال لي اريال لازم تولي تلعب اوفنسيف وقت خدمت برك سبيسيفيك عندي الحقيقه تلاها بيا خويا عندي الحقيقه عنده فضل علي كبير خويا وصلت خويا عملت معناتها عملت كيما نقولوا نحن البريود هذيك عديتها في الاتوال وصلت ناسيونال والحمد لله مع دخلت الزمالك قعدت معناتها علمني برشا حوايج طوري شدنا وقت سبيسيفيك نتذكر وقت اكثر ثلاث جورات شدني يعني وبن عمر وبنغورا هو بن عمر غادي كان قال الجمله هو رجع هو وعماد بن يونس وقت يعرف بن عمر ما بن عمر كيف شر لوي هذا قوي قعدوا يحكيوا عليه بالباي وكل شيء بن عمر تبارك الله مش نحكي لك عليه ما شاء الله معناتها نتصور يعني تظلم برشا معناتها كان ينجم يلعب راهو كان ينجم هو اول واحد فينا كان ينجم يلعب سينيور راهو وقت نصور علي يلعب قبله اما هو الحقيقه كان وقت بريسك اول واحد طلع راهو طلع وقت مع ابو غطاس عند بيتر هامبرغ فهمت وصارت له مشكله وقت الحقيقه في نفكر في مات ولا مع شيكا فهمت هي اللي خليته معناتها وخرته شويه معناتها تسمى خسر عام هكا باش مشى للرادوي وكل شيء ما كان نجم يلعب قبل معناتها برشا فهمتك حمدي انا اي واحد يعرف فوزي بن زرد يقول الحمد لله نعرف ترايف نتاع فوزي اعطينا حاجه انت فوزي اي برشا اخويا برشا اعطينا وحيده هكا قعدت لك في بالك تعرف سي فوزي عنده حاجه باهيه عمره راه في حياتك في وجهك ما يشكرك راه كما حكى لك مرتاز عنده فاز قبل ديما انت مثال تغلط يغلط الكبير مثال يعطيك بنكون قلنا احنا اني انا عارفش اني عمار يعطيني باس غلطة يدخل فيك انت يشدك في الفستير ويخليه يعمل لك انت ما عادي علق فانت مو عنده اللي يدخل خويا في الفستير ما تعرفش عليه يا كرابون خويا تلقاه عرفته في الواحد خويا الفوق يا ما تعرفش عليه حزيله كل مره كيفاش فازت البدوي قالوا ذهبني يعني انت معاهم ولا لا هذيك عالمية هذيك ماتش وقت ماتش تطويل وقت ميزاك يتخلى مسكين البدوي ما بعد دقيقة الحكاية الكل في ميزال يجري الراجل ما عاد الله غالب ماهوش قصده هو فهمت تخلى وقت البدوي وقت في الفيستير نتفكر فهمت كيما وقت حكاية علي معاش ضرب متغش على روحه كل شيء غزل له وقال له يدي لا ما تضربيش يضربني ياني لا ما قلبه باهي راه